best area. Wake, wake, wake till 6 a.m. Time to work. Let me make you come again. Do it, yeah. Keep it hush, 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 don't tell no one. I'm the club on this lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والكوش عبد الرحمن البطل والعداء العالمي السباقات على الطريق والرمال والجبال من مواليد 1965 بوكليم إقليم تنغير. البداية ديالي المشوار الرياضي كان في كرة القدم. بديت كنلعب كلاعب كرة القدم لمواسم الثمانينات في 1985 كنت مع فريق ديال واكليم للهوات. من بعد ذلك مشيت لقلميم باب الصحراء لعبت مع كذلك مع فريق قلميم للقسم الشرفي. ومن بعد ذلك ايضا كنت مع نادي سريع واد زمبي خريبكا مع لو سي بي. من بعد ذلك اتجهت للالعاب القوى نظرا لانني كنتاز بالسرعه في كره القدم ونصحوني الاخوان. وكنت في الحقيقه كندور على التيران على الملعب 30 40 دوره. من بعد الاخوان ديال اللي كيديروا لافاك هنا في مراكش قالوا لي احسن لك باش دير العاب القوى وكيكون واحد الماراثون طبعا موازاه مع ذلك في مراكش. قالوا لي راه كيكون واحد الماراثون في مراكش وشاركت فيه اول مره 1990 ودرت المرتبه 16 في هذا الماراثون الدولي هذا بمراكش. ولاول مره حققت يعني مرتبه كبيره ولاول مره وما عنديش تجربه ما كنتش مع حتى شي نادي. ولهذا انصح الشباب من اجل الخيرات في النوادي لانهم اللي كيعطيو الخبره والدفعه الجديده للشباب من اجل كسب التجربه. وطبعا كانت الغيره ديالي انني حاليا اشتغل من اجل الشباب ومن اجل رفع من مستوى العاب القوى بتنغير. عبد الرحمن الكوش اسم اخر ينضاف الى لوائح الابطال الذين اضافوا للعلم الوطني صبغة اخرى في مساحات اسماء، قادما من المغرب المنسي الجنوب الشرقي وتحديدا منطقة واكليم التي تبعد عن تنغير بكيلومترات قليلة. ارتبط اسمه دائما محليا وعالميا بقدرته البدنية الهائلة التي تخول له تحمل اي ظرف طارئ قد يحول وفوزه بالسباقات الطويلة من الأبطال الذين تحدوا كل الحواجز والتهميش ليكتب اسمه بين الأسماء بتحقيق مجموعة من الإنجازات من بينها. لا بأس باش نهضروا شوية على الإنجازات على الصعيد الوطني والدولي. بعد مشاركات ديالي في مراكش في التسعينات طبعا فتح لي واحد الأمل كبير وطبعا دخلت لواحد النادي ديال أمجاد الرياضي لسطات. كما قلت النادي ديال العاب القوى هو اللي كيعطي المصير ديال هو اللي كيعطي المصير هو اللي كيحدد المصير ديال العداء هو اللي كيكونوه هو اللي كيسيروه هو اللي كيعطيه الخطاط هو اللي يعني انا فاش كنت في تنغير ما كاين لا نادي لا والو. اذا اضطريت باش ندخل للنادي باش يكون المستقبل احسن. وفعلا مع المشاركات الوطنيه في الدار البيضاء في الرباط يعني السباقات على الطريق ديال 10 كيلومتر ديال 21 كيلومتر نصف ماراثون وديال الماراثون حققت انجازات كبيره على الصعيد الوطني ومن بينها في
في 10 كيلومتر مثلا في 16 و 21 كيلومتر في 21 كيلومتر ديال واحد لا عفوا 10 كيلومتر في بني مكادا في مدينه طنجه وكذلك في الدار البيضاء الماراثون ديال الدار البيضاء كنت اول مغربي اللي كيدخل 99 في الماراثون الدولي ديال الدار البيضاء وفي الرباط ايضا شاركت نصف ماراثون ديال الرباط كل عام كيكون واحد الماراثون نصف ماراثون في الرباط يعني حققت مراتب كبيره واحد التوقيت جديد اللي جعلني باش نشارك على الصعيد الدولي وفعلا كنت في ماراثون امستردام وكنت في ماراثون دين هاخ وإتريخت لايدن ماركون بارو فرنسا هادو كما كتعرفوا يعني اللي ما عندك واحد التوقيت عالمي ما يمكنلكش باش تشارك في هاد الماراثونات العالميه وفعلا المشاركه والاحتكاك مع الكينيين والاثيوبيين هو اللي عطى لي واحد الدفع واحد الاحتكاك يعني الاحتكاك مع الاجانب والمشاركات هو اللي عطاني واحد الحافز كبير باش نكون بطل كبير كنمثل المملكه المغربيه وطبعا يعني المسيره ديالي كانت موفقه في هذا الميدان هذا والان اضطريت باش نرجع يعني نكون واحد الجيل خصوصا من المنطقه ديالي تلغير الشباب وفعلا راه عندنا الان مواهب كبيره من بينها ستي الياس الوالي اللي حقق نتيجه كبيره في المغرب في المغرب في تونس إن عزيمة عبد الرحمن الكوش خولت له المضي قدما وأن يكون سفيرا لعناوين البطولة وسيد الألقاب متنقلا كنوارس البحر المهاجرة من بلاد الفرنجة إلى بلاد الجرمان وهكذا دواليك ليخط مسيرة حافلة بالألقاب التي لم يبخل على الوطن بتدوينها باسمه ورفع راية الوطن في محافل دولية بل وجعلها زيا رسميا دليلا على غيرة جامحة صادقة اتجاه الوطن العارف بالشيء ليس كمن جهل فوالكوش بمسيرته الطويلة أضحى عالما بخبايا الرياضة وأسرارها وناضل دائما عن مبدأ زرع روح الرياضة في جسد الشباب ويقول متحدثا عن أفاق ألعاب القوى في تنغير إذا غادي نهضر شوية على آفاق المستقبل ديال ألعاب القوى بمدينة تنغير العمل الفتية بحكم أنني من المنطقة والجنوب الشرقي المغربي عندنا يعني بزاف ديال الإكراهات اللي كتعيق ألعاب القوى في مدينة تنغير من بينها أنها ما كتوفرش على حلبة ديال ألعاب القوى وهذا شيء مهم بالنسبة للمسؤولين والنواب والمنتخبين والسلطات وجميع الغيورين على هذه المنطقة هذه باش تكون عندنا حلبة لألعاب القوى لأن ما كما كتعرفوا الآن ألعاب القوى تطورات بواحد الشكل كبير حتى لأجزاء من المئة يعني السرعة والأجزاء من المئة وهذا ما يمكنناش إذا ما كانش الحلبة باش نوجهوا حتى العدائين لأن مثلا باش نوجه واحد العدال مسافة معينة مثلا 1500 ولا 3000 ولا 10000 خاصها الحلبة باش تشوف التوقيت ديالو تشوف الضربات القلب ديالو وهذا دائما كما في التدخلات ديالي كبطل وغيور على المنطقة كنوجه النداء ديالي للمسؤولين والجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى باش تكون عندنا واحد الحلبة ديال في هذا الميدان هذا وطبعا لدينا عدائين مرموقين ومواهب كثيرة إذا ذكرت مثلا عبد الكريم يفتاح إلياس الوالي مصطفى أبو دينار كيكي عبد الكريم يعني وغيرهم من العدائين اللي كيحققوا نتائج على الصعيد الوطني وغادي يكونوا يمثلوا المغرب إن شاء الله في المحافل الدولية وكاين ما يتقال بزاف ولكن في الحقيقة أكتفي بهذا القدر هذا Thank you.
بالإضافة إلى أنه اسم رياضي واعد بارز، له جانب إنساني يمتاز بحس فكاهي أيضا منقطع النظير ومواهب غير محدودة، يجعل من يجالسه يحاكي مساحات إنسانية سامية فيها عبق من التسامح والتآخي ونشر المحبة والخير. يعني كيف ترى الأوضاع هناك بعد سقوط الثلوج في تلك الجبال الوعرة؟ والله لا في حمدي سيدي ربي شكلاص تهنى لي وقتنا وزني غادي المنطات وزني غادي السكر وزني غادي كل شيء ما يتهنى لي وقت الحمد سيدي ربي شكلاص ولا يخصهم يا شكرا جزيلا لك محاو سعيد. ومع مدريد الخبير في الشؤون الاقتصادية فرناندو ييرو. فرناندو ييرو، يعني هل تحسنت إسبانيا مؤخرا من تلك الأزمة التي تعرفها في الآونة الأخيرة؟ Hola, muy buenas tardes, señores. De verdad que estamos viviendo un crisis en España, afectado mucho los emigrantes, pero bueno, la cosa está ameliorado. Bueno, نعم فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تعرفها إسبانيا مؤخرا وبالضبط لقد تضررت منها خصوصا الطبقة المهاجرين، ولكن تحسن الوضع شيئا فشيئا. شكرا جزيلا لك يارو. جمعية تنغير الكبرى للتضامن والتنمية دائما ما كانت حاضرة لتحقيق المعجزات، فسلطت الضوء على تاريخ البطل العالمي، وبذلك فإنها حفظت ماء وجه القائمين على الرياضة في هذا الوطن الذين غيبوا إنجازات البطل عبد الرحمن الكوش ولم يكرموه يوما. وجادت الجامعة بتغطية للصحة لا تسمن ولا تغني من جوع. تكلف القائمون على الجمعية وكما كل سنة بتكريم أسماء تركت بصمتها في مختلف المجالات. جاء الدور هذه المرة على الكوش. يوم 26 من فبراير كان يوما حافلا متميزا منذ صباحه، شهد إجراء المقابلة النهائية للدوري، وسخرية القدر أن الكوش دون سابق إنذار. كان فريق إقليمه وكليم هو الطرف الثاني في العرس الذي جمعه بإف سي مازيغن، وكان حاضرا هناك لدعم اللاعبين معنويا على أساس تكريم ديالي في مدينة مراكش،
وجيت من حسن الصدفة جيت لقيت الفريق ديالي من هدف وكلين في النهاية وهذا شرف لي وأنا جيت فخور وكشجع الفريق ديالي بالدرجة الأولى باش يفوز بهذا الدوري هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. والكوش عبد الرحمن البطل والعداء العالمي السباقات على الطريق الرمال والجبال. اولا اشكر جمعيه تنغير الكبرى للتضامن والتنميه على هذه المبادره الطيبه اللي من شانها كترفع من المستوى ديال الرياضه خصوصا وحنا من تنغير. وانا كعداء عالمي جيت باش يديروا لي واحد باش يديروا لي تكريم وكنشكر بزاف على هذه المبادره هذه. وكنشكر جميع المنظمين وفعلا كانت تظاهره ناجحه نظرا لسلامه اللاعبين ودارت في واحد جو رياضي بهيج. وكنشكر جميع الحاضرين وكذلك جميع المنظمين لهذه التظاهره الرياضيه ونتمنى مسير موفق ان شاء الله لجميع الرياضيين ديالنا في جميع المجالات الرياضيه. شكرا الكبير اللي كنفتخروا به من سيد غير من واكلين بالضبط. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? عبد الرحمن الكوش اسم آخر مر من هنا تاركا عبيرا وتاريخا شاهدا على قدرة أبناء الجنوب الشرقي لكسر كل الحواجز والتحديات والواقع المكبل بحيثيات لا تشرف. فلتسلم المواهب وليحيا من ينفض عنها الغبار.